انا بصبح على حضراتكم مره تانية، والفقره دي هنتكلم فيها هنا عن اتحاد رفع الاثقال. وطبعا خلينا في البدايه نرحب كده برئيس اللجنه المؤقته لتسيير الاعمال كابتن محمود محجوب. سيا صباح الخير على حضرتك يا كابتن. اهلا بحضرتك. منور الدنيا فندم. صباح الفل على حضرتك. ومعلش اسمح لنا في البدايه نستهل كده بالازمه اللي حصلت، ازمه تناول المنشطات، وكان في لغط كتير حوالين هذا الامر، فنعرف بقى الموضوع من المصدر الرئيسي، من المنبع يعني. يعني هي طبعا الموضوع يعود الى 2016. كان عندنا بطوله افريقيه في مصر للناشئين والشباب، دي كانت بعد دوره اولمبيه مباشره. يعني اتعمل تحاليل ظهرت 6 عينه، والموضوع اتقفل بعقوبه اللاعبين، ويعني من سنتين فاتوا. كان في الاتحاد الدولي، يعني يمكن حصل، يمكن الفتره الاخيره يمكن الناس عرفت كان رئيس الاتحاد الدولي يعني عنده مخالفات كتيره، وبتلاعب في عينات المنشطات ورشاوي في اكتر من 10 مليون دولار ملهاش مستندات، ولذلك اجبر على الاستقاله. انا عضو في المكتب التنفيذي الاتحاد الدولي، الاعضاء كلهم اجبروه على الاستقاله بسبب الاتهامات ديت طبعا. وفعلا عملنا لجنه يعني للتحقيقات وكده، وفعلا ثبتت هذه الاتهامات. لان قبليها كان شكل برضه لجنه بمعرفته، جاب اعضاء معرفته لعقوبه الاتحادات عشان يبقى نوع من الضغط على الدول لصالح دول اخرى، او ايقاف بعض اللاعبين لصالح لاعبين اخرين خاصه قبل دوره الاولمبيه. كان الفريق المصري الحمد لله طالع بشكل ممتاز جدا على المستوى العالمي. كنا قبل كده المستوى العربي والافريقي لما بنجيب ميداليه بطوله عالم ولا حاجه بتبقى يعني بتيجي كده صدفه، او يعني مش متكرره. انما في خلال 3 4 سنوات الاخيره ده نجاحات على المستوى العالمي، اصبح مصر ليها اسم، واسم كبير، واللعيبه بتاعتها بقت معروفه، محمد ايهاب وساره وغيرهم كل. فبدا الاتجاه ده ياخد هذا الضغط علينا، بالذات ان هو ما كانش عارف ياخد قرار في داخل مجلس اداره في مجموعه منها طبعا زملائنا في الدول العربيه، كانوا الحقيقه يعني بيحاولوا ان هم يجددوا الدماء هذا الاتحاد، لان الرئيس ده بقى له 45 سنه في الاتحاد ده ما بين سكرتير ورئيس. تم ايقاف مصر سنتين بعد 3 سنين من الواقع، يعني كلام غير منطقي خالص. اللعيبة كانت وقفت قبليها بسنتين، المنطق يقول لو انت عايز تعاقب الدولة لو هي متورطة عاقبها، او الاتحاد متورط عاقبه، لكن مش بعد سنتين من ايقاف اللاعبين او من 3 سنين. فكان الغرض واضح جدا، وكان قبل بطولة العالم ب3 ايام، كان اللعيبة تذاكر جاهزة، وكانوا في اذربيجان ساعتها في معسكر عشان يروحوا البطولة. طبعا الملابسات اللي حصلت بعد كده عرفنا ان في يعني خلينا نقول يعني ترتيب لابعاد مصر عن المشاركه في دوري، وده اللي حصل بعد كده بعد ما تم ابعاد رئيس الاتحاد الدولي طبعا في محاولات ان احنا حاليا يعني نصحح هذا الامر، سواء داخل الاتحاد الدولي او في مصر عن طريق رفع قضيه. عايزين في الكاس نفتح الموضوع من جديد بعد الملابسات اللي حضرتك عرفناها عن رئيس الاتحاد، اعتقد كلها ملابسات قويه، ان احنا نفتح القضيه تاني ان شاء الله ننجح في هذا، مع قضيه تانيه في المحكمه الفيدراليه في سويسرا ايضا اللي تمنع الاحتكار. معنى انا يعني ودي على الدول العالم كلها فيها حالات منشطات، يعني انت مش هتقدر تراقب اللاعب 24 ساعه او المدرب 24 ساعه تشوف بياخد حاجه مش مظبوطه حاجه صح. بطوله في اي مكان في العالم ما بيكتشفش من خلالها ان في حد واحد على الاقل بيتعاقب، مش من المنطق ابدا ان انت تعاقب دوله كامله بسبب 6 أو 5 عينات. لا، وفي التوقيت كمان يعني قبلها بثلاث ايام، ده برضو امر غريب جدا. محمد ايهاب او اللعيبه الثانيه عملنا هيستوري لكل واحد، حلل كم مرة خلال الفترة اللي فاتت. محمد إيهاب هل تتصور حلل أكتر من 40 مرة كلها عينات سلبية عفوا، وفي بطولات كبيرة، يعني مش طبعا. يعني بطولات كبيرة، بطولات عالم وعالمية، دورات أولمبية، دورة بحر متوسط، دورات أفريقية، كلها بطولات لها وزن. حتى لما حد بيفكر بيدي منشطات بيدي في البطولات دي مش في بطولات
ضعيفه. البطوله اللي بقول لحضرتك عليها فيها دي كان بعض الاوزان في لاعب واحد ضعيفه جدا، لاعب واحد اللي هيشيل اي حاجه هياخد اول، مفيش اي داعي اساسا تستخدم زائد طبعا يعني الجو العام في العمل في رفع الاثقال او في الرياضه عموما في مصر صعب. انت بتشتغل عايز تنجح وليك ناس يعني واقفه لك بالمصاب تشتكيك على مدار على اي حاجه. طب نعمل ايه؟ عملنا نجاحات الحمد لله لم تتحقق من اكثر من 60 سنه. اخر ميداليه اولمبيه جبناها كانت في سنه 48 في لندن. 48 اخر ميداليه ذهبيه جبناها في بطوله عالم كانت سنه 53. اما احنا الايام دي 2018 و2017 نجيب ميداليات وذهب بطولات عالم مع دول الصين وروسيا وكازاخستان، يعني دول ليها ثقل في اللعبه. ويبقى انت تصنيفك في 2015 بطوله العالم التاهيليه للدوره الاولمبيه السادس على العالم للرجال وسط 70 دوله. فده اكيد ما بيجيش صدفه، اكيد مجهود كبير مش محمود محجوب لوحده، اكيد بيشتغل في مجلس اداره في جهاز فني وقبل ده كله لعيبه ليها موهبه اللي احنا نعتمد عليها. ممكنياتنا لو قارناها بهذه الدول صعب جدا انك تنافسها، انما الموهبه اللاعب المصري في رفع الاثقال مش من دلوقتي، ده من ايام السيد نصير في 28 وخضر التوني وشمس و و و و الموهبه دي هي اللي بتنافس اللعيبه دي وبتتفوق عليها كمان. طب ما هي دي النقطه بقى، هي دي النقطة يا كابتن محمود، إن إحنا عندنا لعيبة كويسة جدا، تمام؟ وعندنا مواهب كتيرة جدا، كويس، ما هم بقى دول اللي إحنا بنتكلم عنهم إن هم بيدفعوا الثمن بعد كده، يعني لما يجي يحصل مشكلة مع اتحاد رفع الأثقال وإحنا مش فاهمين لحد دلوقتي يمكن فين كانت القضية، ومن وراء هذا الموضوع، وفكرة برضو هنا زي ما حضرتك ذكرت إن منشطات موجودة في يعني في العالم كله، وقرار كمان بمنع مصر قبلها بثلاث ايام، ففي حاجه مش مظبوطه في الاول وفي الاخر. حتى لو كان في اي مشكله او اي مشكله ما، اللي دفع الثمن هو اللاعب في الاول. صحيح ده كلام حضرتك صحيح، ولذلك في خلال الاجتماعات الاخيره في الاتحاد الدولي يمكن كان اخرها امبارح، المنطق ده عايزين نغيره، حتى ده اتجاه الاي او سي، ان انت بتحمي اي نعم بتمنع اللاعب الغشاش زي ما بيسموه اللي بياخد النشاطات، لكن في نفس الوقت لازم تحمي اللاعب النظيف. بالظبط بالظبط كده، لازم تفرق بين ده وده، لا تعاقب عائله بكاملها عشان فيها واحد. صح. هو بالمناسبه يا كابتن دلوقتي ايه اللي يخلي لاعب يتعاطى منشطات وهو بصدد يعني بطوله من البطولات وهو عارف كويس جدا ان هيتعمل تحاليل؟ هقول لحضرتك قبل الدوره الاولمبيه مثلا على مدار أربع سنين في البطولات ما كانش عندنا ولا عينة إيجابية على مدار أربع سنين. بعد المشكلة دي عشان نشوف إحنا بنحاول نحارب هذا الأمر إزاي، حصلت مشكلة فلازم يبقى تحط خطوات عشان بره يشوفك أنت بتحاول تصحح المسار. اتعملت 600 عينة، 600 عينة ده يعني رقم كبير في خلال سنتين بعد الإيقاف، يعني وبتدفع مبالغ كبيرة لأن احنا ما عندناش يعني ما عندناش معمل في مصر، فبتضطر طبعا تبعت العينات دي تتحلل بره. كل الدرجات دي محتاجة نوع معين من معامل التحليل؟ طبعا في اعتقد في حدود 8 او 9 معامل على مستوى العالم هي المعتمدة، لازم تحلل العينة دي في المعمل المعتمد فقط. طبعا فقط احنا للاسف يمكن في الشرق الاوسط ما عندناش ولا معمل، فبنضطر نبعت في برشلونه ده معمل. ده لوحده ما ينفعش، ان احنا حضرتك بتقول الشرق الاوسط كله ما فيهوش معمل. للاسف المعمل هو في كان يعني الحقيقه ايام المهندس خالد عبد العزيز واتعمل تاسس معمل بالتعاون مع القوات المسلحه، ولكن لسه لم يعتمد. اعتماد المعمل بياخد اجراءات طويله شويه، لازم يحلل عدد معين من العينات ونفس العينه بتتحلل في معمل ثاني ويقارنوا النتيجه مع بعض. تقريبا 1500 عينه لازم يتعملوا عشان يتم اعتماد. هنرجع للنقطه اللي حضرتك اتكلمت فيها في داخل الاتحاد الدولي، كان في او في ماده في العقوبات حطها برضه رئيس الاتحاد اللي انا بتكلم عليه ده بمعاقبه الدول
ده في البوليسي بتاعه الانتي دوبنج بتاع الاتحاد الدولي، دي مش موجوده في اي اتحاد دولي بالمناسبه. العقوبه بتكون شخصيه، اللاعب اخطا يبتعاقب اللاعب كشخص، المدرب متورط معاه بتعاقب المدرب، انما الدوله ككل طبعا غير منطقي. احنا يعني لغينا هذه الماده وتعسف في الحقيقه. نعم ده شيء متعسف جدا. طبعا يعني. طبعا طبعا يعني انت عايز تحارب حارب، ما يعني ما عندناش اي مشكله، ولكن في حدود المعقول، حدود المنطق. فحاولنا او شلنا هذه الماده فعلا في مقترح بيتم اعداده بهذا المعنى، ان اللاعب يعاقب بعقوبه شخصيه لو العدد زاد مثلا على 6 عينات في دوله، ممكن يتعمل تحقيقات بجهات مختصه مع الاتحاد. هو ده اللي احنا نعرفه في بقيه الرياضات، يعني انا مش عارفه، امر غريب جدا. هو ده الوضع المفروض، لان الرياضه رفع اثقال ليها شبهه كبيره في النشاطات او سابقه، يمكن خلال الفتره اللي فاتت دي، واحنا يمكن استفدنا من هذا الامر. تم اعاده تحليل بعض عينات دول الدار الاولمبيه في طوكيو، بكين 2008 ولندن 2012، لقوا اكتر من 60 عينة ايجابيه. واتلغت نتائج اللعيبه دي، واحنا استفدنا بثلاث ميداليات: عبيد عبد الرحمن برونز في بكين، وفضه في لندن، وطارق يحيى برونز في لندن. فبقى الاتحاد نفسه مشبوه، رئيس الاتحاد نفسه اصبح مشبوه، لان انت يعني ما بتبقى موجود وهذا الكم في الدورات الاولمبيه من العينات الايجابيه، طب انت كنت فين؟ لان هو من سلطته ساعتها ان هو ياخد عينات من هؤلاء اللعيبه. صحيح. فطبعا يعني عفوا اللي بيدفع، طب واثبتوا التقرير ثبت كده، بعض اللاعبين اتخذت منهم عينات في قبل بطوله طلعت سلبيه، راحوا البطوله عينوا اخذوا منه عينه بس من جهه اخرى لقوها ايجابيه، جابوا الاثنين العينتين عملوا لهم دي ان اي، لقوا شخص ثاني، البول ده شخص، البول ده شخص. حاجه جميله جدا فعلا. ده ثبت كده في التقرير اللي ده فساد صريح، فساد يعني مش عايز اقول لك. وكان بيستخدم النادو المجري، هو مجري الراجل ده، في اخذ العينات في جميع البطولات. البطوله انا بقول عليها دي كانت في امريكا، وامريكا ما بتسمحش اي حد ياخد منها عينات الا النادو الامريكي. خدوا من 2 لعيبه اللي انا بقول عليهم خدوهم قبل البطوله السلبي، في البطوله لهم ايجابي. طب يعني ازاي؟ طب فارق ما كانش مثلا شهر او حاجه، من هنا ثبت التلاعب. كل ده طبعا تصحيح المسار، بس طبعا الحاله العامه في العالم والكورونا وكده مفيش اجتماعات مباشره كلها عن طريق، بس في شغل بيتم من جهات، وحضرتك برضو يمكن في شغل على الارض ظاهر. ولكن ده هياخدني بقى للسؤال الاخير، للاسف ان الفقره بتخلص. هل ده سبب من الاسباب اللي كان فيه بعض كده الغضب من تعيين حضرتك رئيس للجنه المؤقته؟ صراحه يعني انا اسئلتي صعبه شويه، بس بس انا عايزه اجابه صريحه. ليه اللي زعلانين هم بس اللي ظهروا على طب ليه؟ يعني مثلا سؤال، يعني حضرتك تصلي ببعض اللاعبين اللي من لا ليس لهم مصلحه ان حضرتك تبقى متواجد وفي شغل على سأل محمد ايهاب مثلا، هو المتضرر الاكبر. المتضرر الاكبر في اللي حصل، ليه ما حدش ساله يعني الكابتن محمود ينفع ولا ما ينفعش؟ انما هو هل هي بالصوت العالي او اللي ليه صحف وصاحبه بيظهر الامور؟ يعني الامور ما تمشيش كده. صحيح. الامور ما تمشيش كده. هو هل اؤخذ بذنب واحد؟ ما حدش ما بيغلطش، انا بعترف، وفي وسط ظل الظروف دي. لكن يا اخي بص لي، يعني في نجاحات الحمد لله حققناها كتيره طبعا، يعني الميزان يبقى فيه عدل شويه. خد في خطا ممكن نحاول نصححه. كويس ان انتم ماشيين بخطوات ثابته وقويه تجاه تدارك النوع ده من الامور. عشان كده عشان كده انت لما بتبقى ناجح اعدائك بيزيدوا. دي جمله هنختم بيها لان هي صحيحه. كل ما تبقى ناجح اعدائك بيزيدوا، دي حقيقه. عن قناعه ومقتنع، وكل ما تمشي صح اعدائك بيزيدوا، واحترافيه الاعداء بيزيدوا، ما بين المدربين، ما بين ما بين ما بين تلاقي اللاعب ده حاول تبقى زيه. صح. احنا بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا، بنتمنى لك كل التوفيق في اللي جاي ان شاء الله. وعلى سبيل الشفافيه هنسلم حضرتك مع نهايه القعده عينه ليا والنهوان ده عشان نتاكد. ايوه عشان الكلام واضح وعلى بالنا. سمغنين بقى. نورت الدنيا يا فندم، شرفتنا، اهلا بيك. شكرا يا كابتن محمود.